قوة التنظيف لسائل الأواني قال ما فيهاش شك. تسمح لي بالحصول على لمعان مثالي ممزوج برائحة مثيرة. سائل الأواني أكل يحمي يدي بفضل فيتامين أو. يدي اللي في كل الأوقات لازم يحتفظوا بجمالهم. سائل الأواني أكل يهنيك ويحافظ على يديك. أكل اللي يهنى هو أنتوما. مرحبا بكم مشاهدينا، في حسكم شكون يربح اليوم؟ عاودنا ولينا المحلة التجارية طيبة اللي جاين في باش جراح، جينا على جالكم ولقينا بزاف ناس يستناونا باش يلعبوا معنا، ما نحبوش نطولوا عليهم، نجوزو نشوفوا شكون راح يربح معنا ونشوفوا شحال راح يربح معنا ومع أكل. أنت ولا أنت اللي راكم تشوفوا فينا، إلا راكم حابين تربحوا كل أسبوع طاقم من ذهب. ما عليكم غير تدخلوا لاباج فيسبوك جاوب تربح شكون يربح اليوم، وبزيادة على هذا الجائزة الكبرى شهريا رحلة لمدة أسبوع مهداة من طرف أجل لمواد التنظيف مع أجل اللي همنا هو أنتوما. كما راكم تشوفوا مشاهدينا راهي معايا نسرين وخديجة، واش راكم؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. وراهم معايا نور الدين وأمير، صافا؟ الحمد لله. الحمد لله. كو واجدين؟ بإذن الله. ان شاء الله يا ربي. نبداو بسؤال الاول اللي يكون سهل بزاف باش نشوفوا شكون هو الجروب ا الجروب بي. السؤال يقول ما اسم المركز التجاري اللي رانا فيه اليوم؟ طيبة. شكون الاول؟ كيف 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 كيف. نعاود سؤال واحد اخر، ما رقم ولايه تيزي وزو؟ 15. جروب ا جروب بي، نجوزو المرحله الاولى واللي هي مرحله اسرع في جوابك. جزء المرحلة الأولى، توب خونو، ما هما لونان علم كندا؟ أحمر وأبيض. ما هي عملة كندا؟ دولار. دولار. ما اسم وزير الثقافة الحالي؟ وزير الثقافة الحالي. جباس. ما هي ألوان شعار ممول الحصة أجل؟ مولكو؟ ألوان شعار ممول الحصة. أحمر وأبيض. كم لغة رسمية في سويسرا؟ ما هي عاصمة السعودية؟ رياض. رياض. ما هي عاصمة إسبانيا؟ مدريد. مدريد. ما هي عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية؟ واشنطن. واشنطن. بقاو 20 ثانية نعاودو نولو. ما اسم وزير الثقافة الحالي؟ نور الدين بدوي. كم لغة رسمية في سويسرا؟ وحدة. كاين بزاف. لا لا ماشي وحدة، بقى لك الوقت. خلاص الوقت. جزو للجروب بي، توب كرونو، توب كرونو. من غنى يا زينة ديري لاتاي؟ يا زينة ديري لاتاي. باس. ما هي عملة سويسرا؟ عملة سويسرا، عملة سويسرا اورو. اورو. لا لا. اين ستقام الالعاب الاولمبية هذا العام؟ الالعاب الاولمبية. ما هي اللغة الرسمية لقطر؟ اللغة الرسمية لقطر؟ قطر. ايه. اللغة العربية. العربية. كم عدد ألوان قوس قزح؟ سبعة. سبعة. ما هو الرمز الكيميائي للكلور؟ رمز سي ال. سي ان. سي ال. لأي ولاية تابعة مدينة العلمة؟ العلمة الصيف. الصيف. من هو والد عبدو درياسة؟ عبدو درياسة. شكون بابا؟ رابح درياسة. رابح درياسة. خلاص الوقت ولا مازال؟ ما سي بون. الو، عندكم خمس اجابات صحاح. الرمز الكيميائي للكلور سي ال. سي ال قلت لكم. سي ال. لا لا، باسكو انا قلت لك لا لا فينالمون صح. عندك خمس اجوبه صحاح، عندك 10 نقاط. الجروب ا عندكم 6 اجوبه صحاح، عندكم 12 نقطه. ننتقلوا للمرحله الثانيه، معنا الجروب ا كومبلي. الجروب بي تطلعي معنا انت، جوكر تسنى وسي جامي نسحقوها نعيطوها. داكور. ندوزوا للمرحله الثانيه واللي هي مرحله دراهمك في يدك.
لحقنا المرحلة الثانية، عندك زوج ملايين، سؤال فيه زوج اقتراحات إن شاء الله يا ربي. توب خونو، أين يقع أعلى شلال في العالم؟ هل في الأرجنتين أم فنزويلا؟ عندك دقيقة باش تخمم. أين يقع أعلى شلال في العالم؟ الأرجنتين أم فنزويلا؟ 45 ثانية. أين يقع أعلى شلال في العالم؟ أرجنتين ولا فنزويلا؟ نص نص. أين يقع أعلى شلال في العالم؟ ديمي ديمي. مليون مليون. ديميل ديميل. ديميل ديميل. داكور. نجوزو عندك سؤال يقول ما هو الشعار الفينيقيون؟ شعار فينا. النخلة أم الزيتونة؟ دقيقة باش تخمين، عاود سؤال. عاودي السؤال. ما هو الشعار الفينيقيون؟ هل هو النخلة أم الزيتونة؟ فينيقيون. خمي عندك دقيقة، ما هو الشعار الفينيقيون؟ النخلة أم الزيتونة؟ نحب نقول لك باللي لو كانت تقسمي إلى زوج بين باللي هما حين يربحوا النخلة. النخلة. تحطي كم دراهمك ولا تحطي شوية زيادة منا وشوية منا؟ لا لا، نحط كاع دراهمي. النخلة. كمل دراهمك؟ زوج ملايين. داكوغ، والجواب صحيح هو النخلة. مبروك عليك. زوج ملايين. أنتم الجواب صحيح هو فنزويلا، عندكم مليون، هي عندها أكثر منكم، هي اللي طلع معنا المرحلة الثالثة. أنتم ما تروحوا تخلونا بصح ما تروحوش يديكم فارغين، تدوا معكم دي برودوي ديتيرجون ومهدات من طرف أكل. يعطيكم الصحة. ندوزوا المرحلة الثالثة واللي هي مرحلة الشاك في يدك. نسرين عندها زوج ملايين، طلعت بهم كامل، إن شاء الله يقعدوا لك زوج ملايين. إن شاء الله. سؤال ثالث، سؤال الاخر تاع لا مونش 3 نورمالمون ساهل، خمنتي مليح في لا ريبونس نورمالمون فهموا كلش. توب خونو، سؤال يقول ما اسم اللباس التقليدي للرجال في السنغال؟ هل هو الواغا، بوبو ولا سيمبا؟ لا سؤال، ما اسم اللباس التقليدي للرجال في السنغال؟ السنغال هل هو الواغا، البوبو ولا سيمبا؟ الجواب الثالث. ثالث. تحطي كامل دراهمك؟ نحط كامل. سيغ سيغ. متأكدة؟ متأكدة. لباس تقليدي للرجال في السنغال واسمو سيمبا، هكا كي تقولي انت سيغ، واسمو البوبو. قلت لك لاش تروح حصلتي قسمي. معليش معليش. يعطيك الصحة. لا يسلمك. مشاهدينا سنوني في العدد الجاي ان شاء الله، ما تنساوش باللي حنايا دائما انا نحطو لكم في الصفحه تاعنا وقتاش رانا نخدمو باش جونتو ما تشاركوا معنا وتربحوا معنا ومع اكل. ما تنساوش ثاني باللي عندنا مسابقه اسبوعيه وعندنا مسابقه شهريه، رانا ندير لكم لي فيديو تاع اللي ربحوا لي باغيغونوغ. هذا الشيء صح، والناس ربحوا لهم يخرجوا اسماءتهم كل اسبوع، راهم يربحوا معنا طقم من ذهب، وكل شهر عندنا رحله لشخص واحد. ما تنساوش تبعتوا لنا وما تنساوش تخليكم دائما معنا باش تعرفوا وين رانا نخدموا. استنوني في العدد الجاي، ما تنساوش ثاني باللي اللي يهمنا هو انتوما. انت ولا انت اللي راكم تشوفوا فينا، الا راكم حابين تربحوا كل اسبوع طاقه من ذهب، ما عليكم غير تدخلوا لاباج فيسبوك جاوب تربح شكون يربح اليوم، وبزياده على هذا الجائزه الكبرى شهريا رحله لمده اسبوع مهدات من طرف اجل لمواد التنظيف، مع اجل اللي يهمنا هو انتوما. قوة التنظيف لسائل الأواني آجل ما فيهاش شك، تسمح لي بالحصول على لمعان مثالي ممزوج برائحة مثيرة. سائل الأواني آجل يحمي يدي بفضل فيتامين أو، يدي اللي في كل الأوقات لازم يحتفظوا بجمالهم. سائل الأواني آجل يهنيك ويحافظ على يديك. آجل اللي يهمنا هو انتوما.